السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم أحبابي أنا راح ندير مع بعض أسهل وأسرع تحلية. واش نقول لكم، تجي بزاف بنينة، سورتو هنايا كما راكم تشوفوا عندي هنايا 3 حبات إيجاز، أنا بديت نقشر فيهم. يعني هاد التحلية توالم بزاف كيكون عندكم باغيزوم إيجاز في البيت ولا التفاح، يكون ماشي حلو، دونك الأطفال في بعض الأحيان ما ياكلوهولوش بهاد الوصفة. يعني ولا أسهل الاطفال يعني ام رايحين يحبوها بزاف بزاف، سورتو انا راح نديروا فيها شويه شوكولا. واش نقول لكم، تبعوا معايا. الو هنايا واش عندي هنايا، بديت نقشر في الحبات الايجاز ديالي ونحو العرق اللي يجي للداخل، هذا ضروري. انا نكمل بهذه الطريقه، يعني ان هذه الطريقه كاع الناس تعرفها. وانا عندي هاد شتو هاد ليكونوم تاع البطاطا، نقشروا بها البطاطا يجي ساهل باش تنحو العرق اللي يجي من الداخل. نقيتهم مليح. ومن الجهه الاخرى انا هنايا خديت حوالي 300 غرام تاع السكر، يعني وزنت بالكاس. نتوما يعني خذوا الكيله، يعني كيله تاع السكر زيدوا عليها 2 كيلات تاع الماء باش نديروا به الشربات ولا السيرو اللي نديروا فيه هاد الايجاز. يعني لازم يطيب، هذا هو هنايا لازم يطيب. هاد السكر يعني حيحليه، سي بوسا قلت لكم مام الا ماشي حلو الايجاز ديالكم هاد الوصفه تجي حلوه. وزدت عليها نص حبة ليمون ولا حبة قارص، تاني نجمة الأرض ولا ليتوال دانيس. زدت عليها تاني تعود قرفة، وهنا حركت مليح بيان سوغ. دوبو شوية هاد السكر، كي يغلي لكم مليح بيان سوغ يطيب لكم غير شوية، يغلى غلية مليحة. نزيدو عليها حبيبة المنجز كما راكم تشوفو. أنا هنايا عندي طنجرة، يعني إلا عندكم من كاسخول تكون عالية، يعني تكون صغيرة على هادية باش برك هاد الشربات تجوز على تطلع على هاد الايجاز يطيب فاسيلمون هكذايا. يعني انا نخليه يطيب، نتوما يعني قلبوه طون زون طون باش يطيب من كل الجوانب. وهنايا عندي كميه من لانوا د كوكو، انا حندخلها للفرن، حنحمصها غير شويه ما نحمروهاش بزاف بيان سور. اللي ما حبش تشعل الفرن يعني تقدر غير تحمر شويه لانوا د كوكو في المقلات. هامليك هنايا انا بعد ما طابو ما تخليهمش بيان سور يتبالوا لكم بزاف هاد الايجاسات. انا من الجهه الاخرى شوفوا واش درت، شويه كولورون اليمونتير في الشربات في كاسرونه واحده اخرى عطات لها يعني هاد اللون الاخضر. نتوما تقدروا يعني تنوعوا في الالوان، تقدروا ديروا احمر البلو، يعني باش برك توكلوهم الاطفال، الاطفال يحبوا لي كولور. وهكذا كما راكم تشوفوا الكميه تاع لانوا د كوكو حطيتها من جهه. وهنايا واش غادي ندير، راني ندوب معكم شويه الشوكولا. انا خديت غير حوالي 150 غرام تاع الشوكولا، دوبتها في الميكروويف. زدت عليها غير شويه حليب، لازم تكون هاد الشوكولا ثقيله. وانتم تقدروا يعني تدوبوها في الحمام المائي، يعني حمام مريم. هنايا راني يعني نلبس هاد الايجاسات بلانوا د كوكو اللي حمصتها، يعني تلبس يتلبسوا فاسيلمون باسكو ديجا هما معسلين مشربين هذاك الشربات، يجوا هايلين يجوا حلوين. انا حنكمل هكا بهاد الطريقه. هاي لك بعد ما لبستها بلا نوا د كوكو، انا هنايا في الصحن كما راكم تشوفوا هذاك، يعني هذه الشوكولا اللي دوبتها وفي الصحن، يعني هذاك اللي حطيته تحت الايجاصه هذاك. يعني واش درت، انا دوبت شويه شوكولا، زدت عليها لا كريم ديسير، يعني درت عليها واحد زوج علب تاع لا كريم ديسير. هذه كاضافه برك، نتوما تقدروا تقدموا الايجاصه ديالكم غير في صحن وتزيدوا ديروا عليها شويه شوكولا بلا ما ديروا هاد لاكوش اللي هاي من تحتها، هادي يعني كاضافه برك. وهنا يعني نكمل الحبه الاخرى بنوا د كوكو. كاين اللي خليتهم يعني بلا نوا د كوكو باسكو كاين من الاطفال اللي ما ياكلوش لا نوا د كوكو عاديه. ومن بعد جبت الشوكولا اللي دوبتها بيان سور، درتها من الفوق، هادي هي هكذا بهذه الطريقه. يعني كملاحظه برك هنايا، هنايا الشوكولا ديالكم تكون سخونه، يعني دو بريفيرونس هذا الايجاز هذا يكون بارد. يعني انايا كما راكم تشوفوا كاين مازال الايجاز ديالي اللي ضيق الوقت، يعني باش نصور لكم رابيدمون. دونك دو بريفيرونس تخلوا الايجاز ديالكم يبرد بيان كوم الفو باش هاد الشوكولا تحكم فيه ما تهبط لكمش. هكذا بهذه الطريقه هايلك، يعني واش نقول لكم، هايلك التحليه بعد ما توجد. يعني تحليه ولا اسهل ولا اسرع، اون بلوس تجي لذيذه بزاف. هاد الايجاز يجي حلو يعني معسل الداخل مع الشوكولا. هنا دو بريفيرونس تخيروا بيان سور شوكولا تكون فيها تكون بنينه باش تعطي لها فريمون انغو هايل لهاد التحليه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، على بالي بالاطفال حتعجبهم بزاف بزاف. بصح قبل ما تفرقوا نتمنى يعني اللي دخل القناه ديالي جديد يشجعني بالاشتراك، وما تنساوش بيان سور تنشروا لا فيديو اللي تاعهم فائده.
راني نستنى في تعاليقكم احبابي، ما تنساوش التعاليق، التعاليق هاد التعاليق هما اللي عم يشجعوني باش نزيد. يعني الا ما كانوش هادو هما يعني اخر فيديوهات في القناه، باسكو فريمون فيها بزاف تعب، يعني انا لي ظروف يعني صحيه واش نقول لكم، حنضطر بوتيت نغلق القناه ديالي. دونك جامغي بيان تدعموني هما في هاد الفيديوهات، تنشروا لا فيديو اللي مازال ما اشتركش، ماذا به يشترك في القناه باش يعني يطلع عليهم ورالي. نقول لكم ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم وتدعوا معايا سورتو. نقول لكم تهلاو في روحكم وفي صحتكم في بعضكم، وسيء الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.